صلاة الحاجة هل كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدعاء الوارد فيها؟ لا نعلم صلاة الحاجة وليس لها أصل، ليس هناك شيء يقال له صلاة الحاجة، إنما الوارد صلاة الاستخارة. إذا أشكل على الإنسان أمر هل يمضي فيها أو لا يمضي، نعم، فإنه يصلي صلاة الاستخارة، يعني يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بعدها بالدعاء الوارد: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. ثم يقول: اللهم إن كان في هذا الأمر خيرا لي ويسميه فيسره لي، وإن كان فيه شر لي فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. نعم.